شطاف محمول متنقل مناسب جدا في السفر والطلعات البرية والبحرية. الحلو بهالشطاف انه حاطين لك الغرشة منه وفيه. في انواع ثانية لا، انت لازم تجيب قوطي من عندك، لا هالشطاف في غرشة منه وفيه، كل اللي عليك بس تعبيها مي. طبعا قابل للشحن، تشحنه فل تقريبا خلال 20 دقيقة، يشتغل معك تقريبا لثلاث ساعات. طريقة استخدامه جدا سهلة. شوف الهوز عندك صوبين، الصوب الاول في الجهاز هذا الشطاف، الهوز الثاني تقدر من خلال الغطاء هذا وتسكر بهالطريقة. طبعا ما تشحن الشطاف كامل، انت عندك القطعة هذه فيها منفذ التايب سي، هاي الكفر بعد حاطين لك الكفر لانه مقاوم للماي، فاذا كان في ماي اهم شيء تكون مسكر الكفر بحيث ان الماي ما يدخل داخل الكهرباء او المنفذ، تشحن هالقطعة بس. ترى هاي الفكرة الاولى للشطاف. في الفكرة الثانية بدون هوز، دايركت تركب الجهاز داخل القوطي هذا نفس الصورة هذه، فانت تستخدم الطريقة اللي تبيها. اشتغل معاك باللمس، مثل ما تشوفون هذه قوة الشطاف، وهذه هي الطريقة الثانية تقدر تستخدمها بدون هوز، دايركت تحط الرشاش هذا في القوطي وخلاص تستخدمه، فانت كيفك اي طريقة تبيها. طبعا معاه الشنطة بحيث انه تقدر تحط كل الاغراض داخل هالشنطة وتاخذه معاك في المكان اللي تبيه، سواء طلعت برية بحرية او في السفر. متوفر عندنا في متجر سيركت ستور قسم منتجات منزلية.